قال انه كيف مشتي ومصير، مشتي ومصير، ايه انه انا مشتي وانت مصير. هذا مو صيف، هذا هلا هيك لبسك بالعاده، هيك كثير مشوب هلا. كيف شلون هيك هلا عم زخ عرق زمهرير برا؟ ما دخل برا، دخل هون هلا. الا دخل بطبيعتك يعني هذا؟ ايه، ولا علاقه هلا بالقعده اللي هون، يعني هي اول مره قدام الكاميرا، قدام الكاميرا البرنامج على الهواء. لا ما راح تحس بالوقت، ما راح تحس يعني بالمشاكل، بده يتوتر هلا. بس انا عم تقلي انه بتلبس بالتصوير هيك غالبا؟ ايه، ما بحب الثياب كثير، بكره الصيف. هلا المصور لازم يكون هيك لحتى يوقف ورا الكاميرا، ولا هذا له دخل بالايقاع؟ لا ايقاع، ايقاع حياتك. انا بعيش بسرعه وباكل بسرعه وبنام بسرعه وبشتغل بسرعه وبحكي بسرعه. اللي عم تسمعوا صوته مدير التصوير سامر الزيات، اللي رح تتعرفوا عليه هلا مشاهدي الفضائية السورية ومستمعي صوت الشباب وين ما كنتوا. اهلا وسهلا فيكم كالعادة، عم تتعرفوا على نماذج من جيلنا. انا بصراحة لما شفته هيك لابس، عجبون انه لابس جاكيت وشالحه برا، لا 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 مطعم البيت هيك مجلة هدول. طيب سامر، تصوير قلت لي شغلة اللي ما له شغلة. لا ابدا، كنا هيك عم نحكي، قلت له يا اخي صايرة مشغلة ما له شغلة، اي واحد هاي بيشتغل مصور. هلا اذا بدك تجي لهذا الحكي، هذا بيشمل تصوير واضاءة واخراج وصوت وملابس والى اخره. شوف لك، ما قصة اللي ما له شغلة، لا نحن عندنا دائما مشكلة، وهذا مو بس بوسطنا، يعني هذا بأي قطاع بأي حكومة وبأي دولة، اللي هي الإنسان المناسب بالمكان المناسب. إنه واحد فجأة بيصير مصور وبيصير بقى عنده أعمال، بس ما بيقدم أعمال مثل أنت عم تقدمها. هلا في مثل كتير كمان، أنا مالي لحالي أكيد، يعني في أسماء ممكن تكون أهم موجودة وما مسلط عليها الضوء. هلا بتعرف كمان التقديم البرامج والمذيع، نحن وقت نقول إنه أخي أي واحد ما يقدر يروح يشتغل مذيع، بتعرف تحكي لك كلمتين بتصير. شوف هذا لأنه في نقص بالدراسة الأكاديمية عندنا بشكل عام، بس بينفرز طبعاً. هلا الكم بيخلق نوع إجباري، فالكم الكبير حكماً بده يصير في عندك حالة فرز، حالة الفرز حتعطيك سويات فنية مختلفة باختصاصات مختلفة. حيكون في الممثل الممتاز والجيد والمتوسط، المقدم الممتاز والجيد المتوسط، ومدير التصوير الممتاز والجيد المتوسط. الله يخليك، الله يخليك. هلا سهل التصوير لهالدرجة ليصير؟ لا ابدا، لانه ايه سهل تقديم البرامج، سهل اي حدا بحاب يصير مقدم برامج سهل، ما بده شيء. لا التصوير ابدا، ولا احكي لك شغله يمكن ما كثير مفهومه شو هو فعلا مفهوم معنى التصوير او مهنه التصوير. الكاميرا هي جهاز له زرار، مثل ماكينه الكبده ومثل مثل الريسيفر ومثل مثل المسجله. حلو التشبيه. اي مثل ماكينه الكبده. دائما الضرب هو بالشخص اللي بيقودها، اللي وراها، اللي قادر يستغل طاقتها الاقصى لترجمة وجهات نظر فرديه ممكن تكون، الارتقاء بمستوى الصوره للدراما. سامر هلا طب انت منين بتعرف انه هذا المصور التلفزيوني هاي شغلته وهذا مصور متعدي على الكار؟ ببين. انا عم نحكي من خلال اللي عم بتشوف هلا، بعين الخبيره غير عين المشاهد. طبعا عم بحكي بس لك عين خبيره، بركي بتعطينا كم معلومه بنقول هذا المصور الله. ولو والله ببين يا امجد، يعني بجوز ما بعرف بالفطره ببين، بالنتيجه بالمجمل ببين. طيب بتفاصيل صغيره ممكن يبين. شكلك ما راح تحكي بالنميمه على حدا سيء. امتى مثلا بتشوف انه هذا مصور اخي هذا معلم عريف؟ وقت بشوف تركيبه مشهد كثير صحيحه، وقت بشوف لقطات كثير مخدمه بمكانها الصحيح. ما هي استعراض عضلات اللي بمجرد انه بدي ورجي حالي انه بعرف اشتغل على الكرين ولا على الشاري ولا على الجيم جيب ولا على الاستديكام، زومي منيح، بجيب فوكس منيح، لا ما هيك. هي مصطلحات على فكره لكل اللي عم بيشوفونا من جيلنا وما بيعرفوا هاي المصطلحات، هي مصطلحات خاصه بالتصوير. الفوكس هو الفوكس اللي هو البيور تبع الصوره، النت يعني هو تطلع الصوره بالشكل الاوضح، توضح الاوبجكت اللي عم تصوره انت مشان اللي ما بيعرف. هلا الزوم هو التقريب والتبعيد، اقرب تماما. الشاريو اللي هو التراكنج، الشاريو هو الشغله اللي هلا عم تشوفوها عم تتحرك، يعني بس تشوفوا الحركه تبع هي دي الشاريو. هي دي هذا الشاريو عم يعملها عمر الملك طبعا المصور تبع اللي عم يضحك. هلا المصورين هلا كلياتهم اكيد بيكونوا عم يتحرقوا صوره، انا غيران منه هلا انه اول مره انت قدامهم طبعا.
بتحبي يقول لك يعطيك العافيه العالم طبعا اكيد اي حدا عشان هيك عم تقول اي حدا حتى العطال بيحب تقول له يعطيك العافيه لا يعطيك العافيه ممكن تترجم لكذا شغله ممكن تبلش بجائزه او تكريم او مجرد يعطيك العافيه وهذا حق كثير ضروري لاي حدا باي مجال وباي وسط طب سامر بالعموم انا كيف بدي اصير بمصور تلفزيوني هون بالبلد ولا بشكل عام يعني اكيد بالمريخ هون او يعني للأسف مثل ما حكينا قبل إنه دراسة أكاديمية ما عنا بالبلد فهذا يقتضي إنك أنت تصير مصور عن طريق الخبرة اكتساب الخبرة من اللي عم تشتغل معهم إن كنت مساعد مصور وقديش فيك تضيف وقديش فيك تطور مفرداتك قديش فيك تجتهد على حالك قديش فيك تتابع برا لأنه نحن ثقافتنا شو نحن بالنهاية الأفلام اللي عم نشوفها المجلات اللي عم نقراها أنت بتاخذ لقطات من أفلام مثلاً أو بتقترع أو طبعاً في مصطلح لناس بيقولوا عنه دودة كتب أنا دودة أفلام بس أقعد على التلفزيون دودة أفلام دودة الأفلام اللي عم تسمع صوته هلا سامر الزيات مصور التلفزيون مدير التصوير التلفزيوني ونحكي بالفرق بالتسمية وأهميتها أول عمل صوره أخذ فيه جائزة أول عمل من تصويره من توقيعه أنا كنت موجود قدام كاميرته أخذ جائزة مهرجان القاهرة التجريبي وكمان هو في مجموعة كبيرة من الأعمال التلفزيونية لنعرفكم أكثر عليه بدكم تشوفوا هذا الفوتومونتاج القصير ورح تعرفوا قديش مهم يكون مصور التلفزيوني مبدع لحتى يورجينا هيك أعمال مهمة خليكم معنا ضيف جيلنا على الفضائي السوري على هوا صوت الشباب هو سامر الزيات